أهلا بكم. شهدت الأسابيع الأخيرة شن تنظيم داعش العديد من الهجمات الدامية خاصة في محافظات ديالى وصلاح الدين والتأميم، حيث فجرت هجمات داعش الأخيرة في منطقة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين، والتي سقط فيها نحو 18 فردا من ميليشيا الحشد والحشد العشائري. فجرت استياء وغضبا واسعا وتبادل الاتهامات بين زعماء محليين في المحافظة وبين القوات الأمنية، اتهامات بالتقصير والتراخي وعدم الاكتراث للمعلومات الاستخباراتية التي حذرت من هجمات محتملة يحضر لها تنظيم داعش. أسباب وتوقيت تصاعد هجمات تنظيم داعش الأخيرة في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي أسباب عودة هجمات تنظيم داعش بهذه القوة والاتساع بعد نحو عامين من إعلان حكومة العبادي النصر على التنظيم؟ وهل ثمة رابط بين هجمات تنظيم داعش ومآزق العملية السياسية وحكومتها الحالية والمتمثلة بالأزمة الاقتصادية والمالية ووباء كورونا وغيرها؟ ولماذا تتزامن دائما عودة ما يسمى بالعمليات الإرهابية مع كل حراك شعبي سلمي مناهض للعملية السياسية وأحزابها الفاسدة؟ وهل ستنجح القوى الطائفية وميليشياتها في إعادة الشحن الطائفي المجتمعي عبر توظيف الهجمات المتصاعدة لتنظيم داعش لإعادة تسويق نفسها من جديد؟ ولماذا يعتقد الكثير من المراقبين أن هجمات تنظيم داعش الجديدة تخدم الهيمنة والنفوذين الأمريكي والإيراني؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، نظير القندوري، حاتم الفلاحي. تنظيم داعش مجددا على مسرح الأحداث، خاطفا الأضواء من بقية الأخبار في العراق، ولا سيما في ظل ضخ إعلامي مركز على قضية داعش من قبل إعلام الأحزاب والميليشيات. وما بين التهويل الإعلامي لحضور التنظيم وحقيقة هذا الحضور، توضع كثير من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الحدث ومعطياته وتداعياته، وقبل كل شيء المستفيد الأكبر منه. فريق يرى أن عودة تنظيم داعش هو نتاج طبيعي للانفلات الأمني وانشغال الميليشيات بعمليات السلب والنهب وتنفيذ أجندات المشروع الإيراني دون الاهتمام باستقرار هذه المناطق المدمرة أصلا والنازح أهلها. فريق آخر يرى أن التنظيم تمت إعادته إلى المشهد من خلال تهيئة الظروف اللازمة، وذلك من أجل الاستثمار السياسي بورقة داعش وصرف الأنظار عن أزمات العراق الاقتصادية والفشل الحكومي، إضافة إلى مآرب إيرانية في إعادة تلميع صورة ميليشيات الحشد وإعطائها دور البطولة فيما تسمى العمليات الأمنية، في محاولة لصرف الأنظار عن جرائمها التي ارتكبتها ضد متظاهري ثورة تشرين. ومهما يكن، فإن حدث ظهور تنظيم داعش بهذه القوة يكشف عن حجم انهيار العراق وتوغله في الفوضى الأمنية، وذلك بعد عدة سنوات من الحرب العبثية غربي العراق، والتي أدت إلى تشريد مئات آلاف المدنيين وتغييب واعتقال وقتل أعداد مثلهم، فضلا عن تدمير البلدات والقرى، وبالنهاية لا نتيجة من الناحية الأمنية إلا نشر الخوف والقلق وإزالة كل وسائل الأمان للعراقيين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في أسباب وتوقيت تصاعد هجمات تنظيم داعش في العراق. ضيوف طاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ نظير القندوري، الكاتب والباحث السياسي، والعقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث في وحدة الدراسات الاستراتيجية راسام. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هناك واضح أنه هجمات عديدة أو متسعة لتنظيم داعش في العراق، كان آخرها ما جرى في محافظة صلاح الدين، هجوم في منطقة مكيشيفة وفي يثرب ومناطق أخرى، طبعا سقط فيها أكثر من 18 عسكري أو فرد من الميليشيات وميليشيا الحشد العشائري. هذه الهجمات الجديدة والمتصاعدة والمتسعة لتنظيم داعش، هل هي عملية عودة أم إعادة؟ عملية رجوع أم استدعاء
لما يسمى بالعمليات الإرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماجد، أحييك وحيي. الحقيقة أستاذ ماجد علينا يعني من البداية أن نجيب يعني على سؤال كبير، هو لماذا الإرهاب في العراق؟ يعني الحديث عن داعش، لماذا داعش في العراق؟ من الإجابة على هذا السؤال سنصل إلى إجابة لسؤالك الكريم. نعم. الحقيقة هناك تشابك واضح في العراق بين السياسة العشوائية، سياسة الفوضى، سياسة الخراب، سياسة الطائفية، ووجود الإرهاب، وجود داعش وغير داعش، وظهور كل هذه المجاميع الإرهابية اللي تسمى العصابات والميليشيات، وكل هذه مرتبطة بهذه السياسة من عام 2003، من عام احتلال العراق لحد اليوم. الماكينة السياسية في العراق أشبه ب يعني السياسة في العراق أشبه بماكينة لتفريخ الكراهية، الكراهية والأحقاد ورفض السلم الأهلي والاعتداء على الآخرين، سلب حقوق الآخرين. هذه هي صورة السياسة، صورة ما تقدمه مخرجات السياسة في العراق. فبالتالي هذه المخرجات لابد أن تكون ما يواجه، لابد أن يكون هناك ما يواجه. لذلك ظهر الإرهاب، ظهرت كل هذه التنظيمات الميليشياوية وداعش وغيرها، كل هذه الموجات الشاذة ظهرت في العراق والتي لم يكن المجتمع العراقي يعرفها سابقا. هذه الحقيقة كان لابد أن تكون في البال. في عام 2014 عندما تم احتلال الموصل، سقطت الموصل بيد داعش وغيرها من المدن، جرى الحديث كثيرا مجتمعيا وليس على المستوى النخب السياسية هذه الحاكمة للعراق مع الأسف. مجتمعيا كان هناك حديث عن فشل السياسة في العراق، فشلها هي التي أدت إلى وصولنا إلى هذا الحال، ولابد من علاج هذا التدني، هذا الفكر السياسي، هاي التوجهات، هاي الأفعال السياسية، التصرفات، هذه القوانين. لم يجري هذا. فلذلك خلال يعني الآن عندما نتحدث بعد مرور 4 سنوات على ما سمي بتحرير المدن التي كانت تحتلها داعش، ماذا نجد؟ سنجد أنه النازحين الذين خرجوا من هذه المدن بحجة وجود داعش وبحجة تحرير هذه المدن ما زالوا في المخيمات. أكثر من 3 ملايين عراقي ما زالوا في المخيمات. لماذا؟ سؤال هذا مهم. لماذا أهل جرف الصخر لم يعودوا إلى مدينتهم؟ لماذا من الموصل الكثير منهم لم يعودوا إلى مدن؟ لماذا في الرمادي، في القرمة، في غيرها الكثير؟ الحاسبة الأمنية هذه التي يتحدثون عنها صارت حاكمة للعراقيين. نعم. من يتحكم بهذه الحاسبة ميليشيات وشخصيات غريبة عجيبة. نعم. لها يعني ميليشيات طائفية وتجار دم وتجار أعراض يبتزون العالم بهذه الطريقة. من يحدد وجود اسمك في هذه الحاسبة الأمنية أو عدم وجوده هو ما تدفعه. لذلك وصولك إلى بيتك، إلى مدينتك، هذه مشقة كبيرة. العراقيين عانوا في جسر بزيبس في بعد 2014، عانوا على أسوار بغداد وهذه مدينتهم لم يدخلوا. هذه كل السياسات انعكست بالتالي على بقاء العراق هش وفوضى. وهذه الميليشيات تستغل هذه الفوضى، وقوى دولية وإقليمية أيضا تستغل هذه الفوضى. لذلك الحديث عن عودة داعش أو عودتها مرة أخرى ربما في نوع من الالتباس. هي لم تنتهي، هي تستدعى عند الحاجة. هذه الفوضى، وهذه نقطة مهمة دكتور رافع. أشكرك على ذكر الاستدعاء. والآن حاجته الزمانية والمكانية والظرفية. على ذكر الاستدعاء، الأستاذ نظير القندوري، ثمت ملاحظة لافتة أنه مع كل حراك شعبي سلمي يجري في العراق ضد العملية السياسية، ضد الاحتلال، يجري عملية عودة أو استدعاء أو إعادة أو تتصاعد العمليات ما يسمى بالعمليات الإرهابية، كما جرى في تظاهرات واعتصامات المحافظات المنتفضة نهاية العام 2012 وما جرى من أحداث وصولا إلى أحداث 2014. الآن هناك ثورة أيضا كبيرة، ثورة تشرين، يلاحظ أن العمليات الإرهابية الآن تزداد خاصة مع دعوات لمليونيات ما بعد كورونا وما رافقها من كورونا.
هناك كان طبعا خطاب تخويفي من الإرهاب، وأن الإرهاب قد يعود وأن داعش قد يعود إذا ما مضت هذه التظاهرات في مسارها. هذا يعني هذا هل ثمة تزامن أم القضية ربما صدفة؟ حياكم الله، حياك الله أستاذ ماجد، وحيا ضيوفك الكرام ومشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني داعش هي يعني إذا أردت أن تشبيهها بشيء هي أشبه بشركة متعددة الجنسيات، الكل يستثمر فيها والكل يستفيد من يعني حراكها. وأنا أعتقد أن في العراق داعش من أكثر يعني المساهمين في هذه الشركة المساهمة إذا جاز التعبير هي إيران، وإيران تحاول أن تستخدم هذه العصابات ب يعني حركاتها التكتيكية أو حتى على المدى الاستراتيجي. نلاحظ أن ظهور يعني داعش ومن قبله أيضا تنظيم القاعدة، كل ظهور كان يخدم فيه النفوذ الإيراني بالعراق بشكل واضح، بحيث أن المناطق التي كان يقاتل فيها سواء تنظيم القاعدة وداعش كان هناك استثمار هائل من النفوذ الإيراني، وحقق معظم أهداف إيران في العراق من تحطيم الحواضر السنية ومحاولة تغيير الديموغرافي، وكذلك وأد كل حراك شعبي ضد هذا النظام الذي تدعمه. لذلك كان من يعني تنظيم داعش بوحشيته التي فاقت وحشية تنظيم القاعدة ظهر وبكل قوة بعد الحراك السني الذي امتد لمدة عام كامل. كان تنظيم داعش هو الورقة الرابحة التي لعبت بها إيران لاحتلال لتلك المناطق، ووجدوا المبرر إلى الهجوم على تلك هذه المناطق والحواضر السنية وتحطيمها على رؤوس أهلها، وما زال لحد الآن أهلنا يعني في المخيمات، وبقيت المناطق والمدن يعني على شكل أنقاض. نحن نرى أو نعتقد أن ظهور الآن في هذه المرحلة ربما أيضا يخدم أهداف إيرانية هي تحاول أن تمريرها في هذه الفترة. نلاحظ أن يعني الحراك الذي حدث في 20 لم تستطيع إيران استخدام الورقة الطائفية لوأده، لأن المنتفضين كان يعني كانت من ضمن المدن التي هي ذات غالبية شيعية، لذلك لم تستطيع أن توظف هذه الورقة بشكل كامل. لكن بعد ظهور كورونا وانحسار هذه الانتفاضات بسبب هذا الوباء، لا يعني جعل أن هناك إعادة تفكير في إعادة تفعيل داعش ومرة ثانية. حقيقة ما أحدثت انتفاضة تشرين هو يعني تمزيق للصف الشيعي سواء يعني على مستوى الأحزاب أو على مستوى القاعدة الشعبية وأحزابها. لذلك يعني كانت إيران تحاول أن ترص صف هذه الكتلة سواء سياسيا أو شعبيا من خلال إيجاد مصدر خطر يهدد الجميع. هذه نقطة مهمة، اسمح لي استاذ نظير، سنناقشها أيضا عن قضية فرص أو حظوظ إيران والقوى الطائفية والميليشيات في عملية تسويق نفسها ومحاولة أيضا خندقة المجتمع خلفها مرة ثانية بحجة يعني إرهاب داعش. عقيد ركن حاتم، في تقرير لمركز الدراسات الدولية الأمريكي عن العراق يقول إن تنظيم داعش ما زال يتمتع بمرونة عالية وديناميكية كبيرة، وهذا ما اتضح من نوع وعدد العمليات الأخيرة له في العراق. هذه الديناميكية والمرونة العالية التي يتحدث عنها التقرير الأمريكي والموجودة عند تنظيم داعش، من أين يستمدها؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بداية دعني أقول بأن التنظيم عندما خسر المدن التي كان يسيطر عليها في عام 2014، فهذا لا يعني خسارة هذا التنظيم لقوته العسكرية التي يمتلكها، والدليل على هذا بأنه انسحب من كثير من المدن والمناطق بدون أن يخوض معارك فاصلة مع القوات الحكومية في تلك الفترة، علما بأن التنظيم يعتمد في عقيدته القتالية على العمليات الهجومية والتعرضية، ويستخدم أسلوب الصدمة والترويع وسرعة الحركة والانتشار،
وهي أشبه ما تكون بغارات يضرب فيها أهداف محددة كالاغتيال أو الخطف أو تدمير أهداف معينة كنقاط المراقبة والحراسة أو حتى حواز التفتيش. لذلك التنظيم يستمد هذه المرونة وهذه الديناميكية من عدة أمور، يعني من ضمنها أولا قدرة التنظيم على أن يتكيف مع الواقع الميداني الجديد حسب طبيعة المرحلة، ومنها التملص من معارك غير خاسرة لمواجهة تهديدات محتملة، كما أن قدرة التنظيم على تغيير التكتيكات العسكرية بما يتلائم وطبيعة المرحلة ونوعية الهدف المستهدف، فهو الآن يستخدم مجموعات صغيرة ونوعية ولكنها مدربة ويستخدمها بهجوم إما انغماسي أو بالسحاب المفردة. إضافة إلى أن التنظيم الآن يجمع ما بين العمل الأمني والعسكري وما بين العمل العسكري، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية المفصلة عن الأهداف التي ينوي مهاجمتها، بحيث أصبحت لديه القدرة على أن يهاجم أهداف متعددة بجبهات متعددة. يعني يستطيع الآن التنظيم يفتح جبهات متعددة كما حصل في مشاركة 3 قواطع عائدة للتنظيم في ضرب أهداف معينة للقوات الحكومية. احتفاظ التنظيم بمبدأ المباغتة وتحديد وقت الهجوم ومكان الهجوم واتجاه الهجوم أيضا أعطى للتنظيم إمكانية كبيرة جدا في المناورة وفي تحديد أهدافه بدقة عالية جدا لخلط الأوراق. إضافة إلى أن التنظيم خلال هذه الفترة وظف الجغرافيا بصورة كبيرة جدا، فهو يستخدم المناطق الصحراوية والمناطق الجبلية لأغراض الستر والاختفاء والتنقل وجمع المعلومات. لذلك هو يحاول الآن أن يستفيد من جميع هذه العوامل لتحديد المناطق الهشة والرخوة في الحدود الفاصلة ما بين قيادات العمليات ما بين المحافظات، والدليل على هذا بأنه النقاط التي تم مهاجمتها في الفترة الماضية هي نقاط تقع على حدود فاصلة ما بين قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات صلاح الدين. طبعا هذا إضافة إلى أنه يحاول أن يوظف الخلافات السياسية والطائفية، ومنها مسألة الميليشيات، عدم إرجاع النازحين، إلى إضافة إلى العوامل المتبقية. لذلك أنا أقول بأن التنظيم يستطيع أو هو قادر على إنتاج نفسه من جديد، يحاول أن ينظم صفوفه خلال هذه الفترة التي مضت، حاول ترتيب قوته العسكرية والاستخباراتية والدعم اللوجستي، وأعاد هيكلية تنظيمية إدارية وعسكرية تتلائم مع المتغيرات الميدانية الجديدة التي أفرزتها المواجهة المباشرة مع التنظيم على الصعيد الأمني والعسكري والإداري في عندما خسر المدن في الفترة السابقة. لذا فأنا أرى التنظيم بأنه خسر معركة، ولكنه يرى بأنه لم يخسر الحرب بعد مع القوات الحكومية. يضاف إلى هذا بأن قدرة التنظيم هذه هي نتيجة ضعف القوات الحكومية وعدم قدرتها على مواكبة التطورات التي قام بها التنظيم خلال هذه الفترة من إعادة تنظيم الهيكلية التنظيمية والعسكرية، إضافة إلى أنه استطاع أن يسيطر على مناطق محددة، يعني ما بين محافظات مهمة، يعني مثلا ديالى، كركوك وصلاح الدين، إضافة إلى محافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل، واستطاع أن يوظف هذه الجغرافيا بصورة كبيرة جدا لخدمة أهدافه وخدمة عملياته التي يقوم بها خلال هذه الفترة. نعم دكتور رافع الفلاحي، هذا التصاعد في عمليات أو هجمات تنظيم داعش، هل هناك رابط بينه وبين مآزق العملية السياسية المتمثلة بالتظاهرات المستمرة، الأزمة الاقتصادية والمالية؟ هناك أيضا نقص في السيولة، وهناك أيضا حديث عن يعني عدم تسديد رواتب القطاع العام وما إلى ذلك، وأيضا وباء كورونا. يعني من يستثمر في أداء أو أعمال الآخر؟ داعش يستثمر في الأداء السيء لقوى العملية السياسية وحكومتها، أم أن الحكومة والعملية السياسية تستثمر أيضا في أعمال وهجمات داعش لإعادة تسويق نفسها أو الحصول على دعم أو على تخندق المجتمع خلفها، خاصة بعد مقتل يعني 1000 من المتظاهرين وهناك جرحى ومختطفين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الملف الإنساني الآخر المستمر من 2003 إلى اليوم؟ بداية أستاذ ماجد، يعني من يستثمر، هذه الحقيقة الأطراف كلها تستثمر في هذه القضية، داعش تستثمر والحكومة وأحزابها وقوى العملية السياسية تستثمر أيضا في داعش، هذه قضية متبادلة. لكن أريد أن أقول يعني في الموسوعة العسكرية وفي الموسوعة السياسية، دائما عندما تقرأ الموسوعتين ستجد هناك حديث
يعني مطول عن قضية اسمها وعن مفهوم اسمه البطن الرخوة. وهذه البطن الرخوة كل دول الدنيا عندما تأتي إلى بناء أمنها، والأمن هذا بمفهومه اللي هو فيه احترام وفيه هيبة وفيه عدالة وفيه قضايا كثيرة، في مفهومها الأمن الوطني تبحث عن هذه المناطق الرخوة. أولا تبدأ بترصين الداخل، وثم تذهب إلى الخارج شيئا فشيئا، توسع الدائرة وصولا إلى البحث عن المناطق الرخوة وترصين هذه المناطق الرخوة. وقد تكون هذه المناطق الرخوة طبيعة سكانية معينة، طبيعة جغرافية، تضاريس معينة، تسليح معين، نوعية مهاجمين، نوعية مدافعين، هكذا. والدول تحصن نفسها ضد ما يسمى بالبطن الرخوة. حقيقة العراق، العراق من شماله إلى جنوبه هو بطن رخوة. من أوصله إلى هذه الحالة هو الاحتلال والحكومات التي جاءت في إثر الاحتلال والعملية السياسية. أوصلت العراق كله إلى بطن رخوة. لذلك الحديث، حديث الأخ العقيد حاتم عن 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 يعني قام تنظيم داعش بإعادة ترتيب نفسه وقراءة الاستراتيجية وتقوية وضعه بناء على هذه البطن الرخوة، هذا المناخ، هذه الأرضية، هذه البيئة المناسبة لتحركه. لذلك كل القوى التي في العملية السياسية وقوى داعش تستثمر فيما بعضها للوجود، لأنه هذه القوى، قوى العملية السياسية والحكومة، هي التي أوجدت هذا المناخ، أوجدت مناخ الفقر والبطالة والأذى والتفرقة والطائفية والخراب والدمار وضياع الأموال. وكل هذا الفساد والخراب، كل هذا موجود 17 سنة من الفشل. هذه خلقت بيئة كاملة لنمو مثل هذه الموجات الشاذة، لبقائها على الأرض، لقدرتها على إعادة نفسها مهما في ساعات يواجهونها بالسلاح، وساعات يتركون لها المجال لتقوى كما يحتاجون. حاجتهم أين تتحدد؟ يتركون لهذه القوى أن تتصرف وصولا إلى الحد الذي يريدونه. الآن في ظل اقتصاد منهار، سياسة فوضوية منهارة، هيبة الدولة منهارة منتهية، وهيبة العملية السياسية وكل قواها منهارة، اقتصاد انهار تماما، أسعار النفط قد هبطت، الكورونا تعصف بالناس، وضعية التظاهرات في الشارع، لابد من وجود شيء يوجهون الأنظار باتجاهها. وليس هناك أفضل من داعش مرة أخرى لإعادة هذا وإعادة صناعة الطائفية، محاولة صناعة الطائفية مرة أخرى. وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. هذه المرة في صناعة الطائفية، لكنها محاولة في هذا الاتجاه. سنرى هل محاولة استدعاء الطائفية أيضا عبر التوظيف هجمات داعش قد تكون مخرجا ومنقذا لمأزق العملية السياسية. نناقش هذا الأمر طبعا بعد هذا الفاصل القصير الذي سنتوقف فيه، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن أسباب وتوقيت عودة أو تصاعد هجمات تنظيم داعش في العراق. فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في أسباب وتوقيت تصاعد هجمات تنظيم داعش في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ونظير قندوري والعقيد الركن حاتم الفلاحي. أستاذ نظير قندوري، دكتور رافع أثار نقطة أنه هالقوى السياسية، قوى العملية السياسية والميليشيات تحاول استدعاء وإعادة وإحياء الشحن الطائفي المجتمعي عبر توظيف ورقة تنظيم داعش وهجماته الأخيرة، لعلها تكون مخرج
لها من أزماتها المتعددة، اقتصادية، مالية، كورونا وما إلى ذلك. هل هناك حظوظ أو فرصة لنجاح هذه القوى في استدعاء الطائفية بعد تجربة المجتمع العراقي مع هذه القوى 17 سنة وبعد مقتل 1000 شهيد في التظاهرات الأخيرة؟ الحقيقة يعني ما تشير له من قوة سياسية وميليشياوية تريد استدعاء تنظيم داعش للعب دور هي تحتاجه، الحقيقة هو ليس من بنات أفكار هؤلاء السياسيين أو الميليشياوين، إنما هو ترتيب وتخطيط ودفع إيراني من وراء هذه الاستدعاءات. أنا أقول يعني أن ظهور تنظيم داعش بهذه القوة وبهذه العمليات الكبيرة يخدم أهداف عديدة تخدم الجانب الإيراني من خلال خدمة مواليه ووكلائه في العراق. حقيقة ظهور داعش الآن يخدم موضوع توحيد الصف السياسي الشيعي بعد ما وصل إلى مرحلة كبيرة من التشظي والتناحر وما نشهد في صراعهم على تسمية رئيس وزراء دليل على هذا التشظي وهذا التناحر ما بين هذه الأحزاب الشيعية. الأمر الآخر هو موضوع الحشد الشعبي أو الفصائل الولائية وما أصابها من يعني سوء في السمعة وتردي في حظوظها عند يعني إذا جاز التعبير في يعني شريحتها الشعبية عند الشيعة، ووصل مرحلة أنه فقدت سمعتها تماما، لذلك هي تحاول أن تسترجع السمعة التي اكتسبتها حينما قاتلت داعش في قبل سنوات وتكون هي حامية العرض وحامية الدين وحامية الوطن وغيرها من هذه الأكاذيب، تريد أن تسترجع هذه السمعة التي وصلت إلى مرحلة الحضيض. وفي ظل ووقت هناك تنادي يعني أصوات تنادي لحل هذه الميليشيات أو لدمجها مع القوات المسلحة بحيث لا تكون كيان يعني منفرد له أجندة لا تمت للوطن بصلة. موضوع أيضا ظهور داعش يعني ربما كان أحد المغذيات له، نعم، هو أن الحكومة العراقية بعدما أعلنت قبل سنتين انتهاء هذا التنظيم لم تقم بمراجعة لسياستها ومحاولة جعل يعني إنهاء الخطاب الطائفي وجعل خطاب المواطنة هو الطاغي، إنما بقت على نفس ممارساتها، وبالعكس زادت في تحطيم حواضر. وهذا ما ذكر إذا سمحت لي حاكم الزاملي حينما قال أنه الأسباب التي أدت إلى سقوط الموصل عام 2014 باقية كما هي ولم يعالج منها أي شيء. أشكرك عقيد ركن حاتم. الدوائر القريبة من ميليشيا الحشد تتحدث أنه واحد من الأسباب الرئيسة لتصاعد عمليات تنظيم داعش الأخير وتكثيف هجمات الدامية في العراق خاصة في صلاح الدين وديالة هو أن التحالف الدولي خفض نشاطه وخاصة الغطاء الجوي، التحالف الدولي الأمريكي الذي تطالب الميليشيات بإخراجه باعتباره يعني قوة احتلال وغيره من هذه الطروحات. يعني هذه القوات والميليشيات يعني بعد تجربة 17 سنة بكل هذا التسليح والدعم وما إلى ذلك وتستهلك نصف موازنة العراق الحقيقة، يعني إلى متى ستعتمد على نفسها في القيام بمهام العسكرية والأمنية؟ نعم لا شك بأنه القوات الحكومية تعاني من إشكاليات كبيرة جدا. يعني عندما نسمع تصريح لعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب الكردي كمال خورشيد يقول في حديث للجزيرة نت بأن الجيش العراقي لا يستطيع حماية البلاد من المخاطر المحدقة به سواء كان تنظيم الدولة أو غيره بسبب قلة التجهيز والتدريب، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يعني القوات العراقية لحد هذه اللحظة هي غير قادرة على الوصول للمعلومات الاستخباراتية واستخدامها بشكل صحيح، فهي لا تستطيع أن تنفذ عمليات في مناطق وعرة دون مساعدة التحالف الدولي، وهذا يرجع إلى أسباب في بنية هذه التشكيلات. هناك خلل في العقيدة العسكرية لهذا التنظيم أو لهذه القوات، هناك إشكاليات في التنظيم والتشكيل ومنظومة القيادة والسيطرة. يعني عندما نتكلم الآن عن أسب العراق نتكلم عن وزارة الدفاع، نتكلم هذه جميعها أجزاء مستقلة، يعني وزارة الداخلية، وزارة بيشمرقة تعتبر شكليا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ولكنها لا تنفذ أي أمر يصدر لها من القائد العام.
قوات مكافحة الإرهاب، وهذه أيضا جسم مستقل عن هذه الوزارات. قيادة قوات بغداد أيضا تعتبر جزء مستقل عن بقية الوزارات. وميليشيات الحشد الشعبي الآن التي بدأت تتشرع إلى حشد عشائري وحشد يعود للمرجعية وحشد ولائي، إضافة إلى ميليشيات تظهر الآن في الساحة العراقية بكثرة، يعني ميليشيات جديدة، وهذا يسبب إشكالية كبيرة جدا في مسألة القيادة والسيطرة. إضافة إلى هذا بأن هذه القوات في العراق طوال الفترة الماضية واجهت صعوبات كبيرة جدا في مسألة التسليح والتجهيز كما ونوعا، إضافة إلى المدارس التدريبية وتعدد هذه المدارس التدريبية. لذلك لابد أن يقر القادة السياسيين والعسكريين بأن العراق لا زال تحت طائرة التهديد الأمني والعسكري، وهناك صعوبة كبيرة جدا في إدارة هذه القوات التي تعاني أصلا من استنزاف كبير في الفترة السابقة، تعاني من إشكالات في مسألة الرؤية وفي مسألة العقيدة العسكرية وفي ماهية هذه القوات وخاصة ميليشيات الحشد الشعبي. هناك إشكاليات كبيرة جدا على التفرد في القرار وفي عملية السيطرة على هذه الأجهزة وفرض إرادة بعض الميليشيات بالقوة السلاح على جميع مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، كما أن إقحام هذه المؤسسة العسكرية في المشاكل السياسية لتنفيذ أجهزة شخصية وحزبية ضيقة أدت إلى تدمير وفقدان الثقة بهذه المؤسسة من قبل شريحة واسعة من المجتمع العراقي. لذلك عندما نقول بأنه إلى متى، لابد أن يكون هناك قرار سياسي مستقل لهذه المؤسسة، ويجب أن يكون هناك قرار سياسي ساند لبناء مؤسسة عسكرية وطنية عقائدية تعمل على حفظ أرض العراق وسماء العراق والبحر أيضا. لذلك نقول بأن هناك إشكاليات حقيقية يعني في مسألة بناء القوات المسلحة، منها دمج الميليشيات ومنها إشكاليات كبيرة جدا في غياب التصنيع العسكري والتجهيزات الضرورية لبناء أي قوات مسلحة في العراق. نعم دكتور رافع الفلاحي، في بيان هيئة علماء المسلمين بشأن الهجوم الذي جرى في صلاح الدين وهجمات داعش في ديالى وغيرها وسامرة، تقول الهيئة إن ما يجري من ممارسات تعسفية للحكومة وميليشياتها في محافظتي صلاح الدين وديالى ضد طبعا السكان وغيرها، واحد من أهدافها، تحدثوا أنه أهداف كثيرة، هو فرض السيطرة الكاملة لميليشيا الحشد على هذه المناطق خدمة لمقتضيات الصراع الإيراني الأمريكي. ممكن أنه هذا يخدم الهيمنة والنفوذ الأمريكي، لكن هذه الممارسات تخدم الصراع الأمريكي الإيراني في العراق كيف؟ هل من شرح أكثر لهذه النقطة؟ أستاذ ماجد، من الطبيعي البيان، يعني بيان هيئة علماء المسلمين واضح الحقيقة وأشار يعني مس هذه الحقيقة بشكل جوهري حقيقة. الآن هم بحاجة إلى إيران، بحاجة إلى أن توسع نفوذها وقدراتها في السيطرة على كل على أكبر مساحة في العراق. خلال الفترة الماضية وصلت الحالة إيران بسبب ظروفها السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بسبب ظروف المواجهة مع أمريكا، بسبب الحصار المفروض عليها، بسبب الكورونا، بسبب اقتصادها المنهار. الآن تعاني من ثقوب كثيرة، من أوضاع تجعل منها دولة ضعيفة الحقيقة، غير قادرة. ميليشياتها لم تكن تستطيع، خاصة بعد مقتل سليماني، أن تفرض نفسها على الساحة العراقية. هذه محاولة إيرانية من جديد لفرض نفسها والتوسع ومسك الأرض بشكل قوي. الآن حست إيران أن اللعبة، جزء من اللعبة مع أمريكا، هي أن تفرض نفسها على الساحة، وبالتالي تجبر أمريكا على التفاوض معها بطريقة أخرى أسهل لها. لذلك الإشارة إلى أنه الميليشيات تحاول أن تنتشر في هذه المناطق بحجة محاربة داعش، هذا حقيقي جدا، واقعي جدا. ولا الآن أنا يمكن ربما أشرت عليها قبل الفاصل حضرتك اللي أشرت عليه، قلت أنه في التظاهرات اللي من تشرين، ثورة تشرين، وجهت من قبل الميليشيات بالحديد والنار والقتل، وقتلوا أكثر من 1000 شهيد سقطوا وثلاثين ألف جريح، وحضرتك أشرت لهذه القضية. يعني لم يعني الأحزاب وقوى العملية السياسية لم تثر هذه القضية ولم تشكل عندها شيء سوى تصريحات بسيطة، لكن في قضية مقتل 10 أو أقل من الحشد الشعبي قامت الدنيا ولم تقعد.
مع أنه جريمة في توصيفها في كل الأحوال، طبيعة أن ترتكب جريمة خارج القانون، أن ترتكب ببشاعة بطريقتها، انتهاك لحقوق الإنسان، هي نفس الحالة، ترتكبها داعش وترتكبها الميليشيات بنفس الطريقة، وحتى بالبشاعة الميليشيات يمكن فاقت داعش في اختراع طرق في قتل الناس وفي تعذيبهم. هذه الحقيقة ومسجلة كلها، وبدأوا يتفاخرون بفيديوهات في نشرها للتعبير عن قوتهم وعن جهيتهم في هذا الموضوع. لماذا هنا سكتوا؟ ولماذا هنا ثارت الدنيا، ويعني قامت الدنيا ولم تقعد؟ إذن هناك قوى وإيران وراء هذه الحملة القوية لأجل إثارة هذه القضية، وبالتالي على دفع ذكر وبالمناسبة دفعوا مثلا لواء 40 هكذا قرأته من الحشد الشعبي إلى منطقة صلاح الدين، هذه منطقة لم يكن في هذا اللواء، دفعوه مرة أخرى لمسك الأرض للاستيلاء عليها، لفرض أتاواتهم، لفرض سياساتهم الطائفية، لفرض أجندة إيرانية على المنطقة. هذا كله جزء طالما أشرت من هذه إلى اللعبة، إيران. من ورقة اللعب في داعش ووجوده. أشكرك أستاذ نظير القندوري. يعني أنت ممن يعتقدون أنه هجمات داعش الأخيرة فيها مصلحة أمريكية إيرانية. في السابق كان هذا الاتهام يعني مفهوم، أنه كان هناك تنسيق وتوافق وتعاون أمريكي إيراني من 2003 إلى اليوم. اليوم هناك الحقيقة صراع مرير، على الأقل سياسي واقتصادي، وحتى ربما في جزء منه عسكري. يعني أمريكا هي من قتلت قاسم سليماني الرجل القوي في إيران. هناك صراع الآن بين أمريكا وإيران، وخاصة طبعا هذا الصراع يتجلى بأقصى صورة في العراق. كيف يلتقي الأمريكيون والإيرانيون عند نقطة مصلحة في قضية هجمات داعش؟ يعني كما قلت لك سابقا، يعني أنا أرى أن تنظيم داعش هو عبارة عن شركة مساهمة، لكل دولة من الدول لديها بضعة أسهم في هذه الشركة، تحاول أن تدير هذا التنظيم بالوجهة التي تستفيد منها. وفي التحرك الجديد لتنظيم داعش أرى أن هناك يعني عناصر مفيدة للنظام الإيراني، أيضا هناك بعض العناصر المفيدة أيضا للنفوذ الأمريكي. وقد تحدثنا عن الموضوع الإيراني، لكن فيما يخص النفوذ الإيراني هو كأنما يعني الهجمات الأخيرة تمثل عبارة عن رسالة واضحة للأحزاب التي تحكم بالسلطة يعني في بغداد، وكذلك الميليشيات، إنكم غير قادرين على مواجهة مثل عصابات داعش بدون الغطاء الجوي الأمريكي وبدون الجهد الاستخباراتي الأمريكي. وهذا ما كان واضح، يعني القوات الحكومية والحشد والميليشيات لم يكن لها القدرة على تحقيق أي نصر على عصابات داعش لولا هذا الدعم الأمريكي الكبير، يعني جويا واستخباراتيا وحتى تسليحا. هذا يعني نقطة تصب في صالح النفوذ الإيراني، كون أن هناك الآن دعوات لإخراج هذه القوات، والاتفاق ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية على تحديد وضع القوات الأمريكية والتعجيل في انسحابها. أنا أرى هذه العمليات تخدم النفوذ الإيراني، العفو النفوذ الأمريكي من هذا الجانب. أما النفوذ الإيراني فالثمار والمكاسب واضحة بشكل كبير، سواء عسكريا أو تغييرا ديموغرافيا أو تعجيلا في إنضاج عملية سياسية أو في ضرب تحرك جماهيري يقوم به الشعب العراقي، لا سيما ونحن على موعد قريب، يعني يوم 10/5 من هذا الشهر نحن مقبلين على تجدد للتظاهرات، يعني لتظاهرات تشرين مرة ثانية، ولربما ستكون هي أقوى من التظاهرات الأولى. عقيد حاتم، أيضا ورد في تقرير مركز السياسات الدولية الأمريكية عن العراق، يقول أن تنظيم داعش يحاول الآن خوض حرب استنزاف ضد القوات الأمنية الحكومية في العراق. اللي في العراق هذه القوات الأمنية عبارة عن جيوش جرارة، من الجيش، من ميليشيات، من الحشود العشائرية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، القوة الذهبية، سوات، وغيرها من التشكيلات الأخرى، مدعومة بتحالف دولي من 70 دولة يقدم مختلف أنواع الدعم
من الغطاء الجوي، من الاستشارات، من المعلومات الاستخباراتية، من التدريب، من التسليح وغيرها، على ما يراهن تنظيم داعش في أن حربه في الاستنزاف لهذه القوات ستؤتي أكلها أو قد تنجح وفعلا تنهك هذه القوات؟ نعم، لا شك أن التنظيم يراهن على مسائل كثيرة في هذه القضية. يعني أولا يراهن على المشاكل الداخلية التي يمر فيها العراق. فالعراق الآن هناك انقسام كبير جدا ما بين المكونات، هناك أزمة اقتصادية خانقة يمر فيها العراق، هناك أزمة صحية هي أزمة كورونا، هناك أزمة في مسألة تشكيل الحكومة وإن تم تشكيلها اليوم فالخلافات لا زالت قائمة، ولن تستطيع هذه الحكومة أن تقدم شيء طالما أصرت الكتل والأحزاب السياسية على الاستفادة من المحاصصة الطائفية لهذه الأحزاب في هذه العملية، وبالتالي لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات واضحة تصب في مصلحة الشعب العراقي خلال الفترة المقبلة. يحاول أن يراهن على هذه الإشكالات، يحاول أن يراهن على مسألة الميليشيات وتغولها في عقيد حاتم إذا سمحت لأن الوقت ضيق، أريد المراهنة العسكرية البحتة. نعم، المراهنة العسكرية، التنظيم يراهن على مسألة عقدية أكثر مما مسألة عسكرية. التنظيم يعرف بأنه غير قادر على أن يعود إلى هذه المناطق مرة أخرى بسبب فقدانه للحاضنة الاجتماعية وإن كانت لم تكن موجودة حتى في السابق، لا يستطيع أن يقوم بعمليات تجنيد جديدة في هذه المناطق، هو مرفوض بشكل كامل من قبل المناطق السنية خلال هذه الفترة وفي الفترة الماضية. يحاول التنظيم الآن أن يعمل على أن بشكل عقدي فقط، بأنه يحاول أن يستثمر الجانب العقدي في إضرار القوات الحكومية واستنزافها بشكل كبير جدا وخلق نوع من عدم الأمن والاستقرار في هذه المناطق. أما من الناحية العسكرية فأنا أعتقد بأن التنظيم خسر من إمكانياته البشرية وقدراته العسكرية والمادية الشيء الكبير، بحيث هو لا يستطيع الآن يسيطر على المدن مرة أخرى كما حصل في عام 2014، ولكنه يحاول الآن إيقاع أكبر ما يمكن من الخسائر بالقوات الحكومية وإشاعة نوع من الفوضى في هذه المناطق وفي هذه في هذه في هذه الحقب التي يتم تبنيها من قبل تنظيم الدولة بين فترة وأخرى، يحاول إشاعة عدم الأمن وعدم الاستقرار. دكتور رافع الفلاحي، بعد 17 سنة من تجربة الحرب على ما يسمى الإرهاب بدءا من القاعدة إلى داعش، مئات المليارات من الدولارات صرفت وأنفقت على هذه القوات والجيوش الجرارة، مئات المليارات من صفقات التسليح، دعم دولي، تدريب، يقال أنه الجندي الذي يتدرب خارج العراق يكلف من 20 إلى 30 ألف يعني دولار. مع ذلك ما زالت هذه القوات تقع فريسة سهلة لبضع عشرات لبضع مئات من عناصر داعش أو القاعدة، حتى يقال أن المهاجمين في مكيشيفة كانوا 4 فقط من عناصر تنظيم داعش. لماذا هذا الخوار، لماذا هذا الضعف في هذه القوات الأمنية المليونية؟ ربما هذا يجعلنا نعود مرة أخرى أستاذ ماجد إلى البيئة التي نشأت من عام 2003 لحد الآن، وفي هذه البيئة هناك غياب لمفهوم الوطن والوطنية. عندما لا يكون هناك الوطن حاضر في ضمائر الحراس والحماة، وعندما لا تكون الوطنية في أعلى مستوياتها عند هؤلاء الحراس والحماة، تكون النتائج بهذا الشكل. هم مجرد موظفين، مجرد أجراء يأخذون مبالغ معينة من أجل أداء وظيفة معينة، لا يضحي في نفسه من أجل الوطن، من أجل المبادئ، لا وجود للمبادئ، لا وجود للقيم، لا وجود للوطنية والوطن في ذهن ورؤية من صاغ القوات العسكرية والقوات هذه التابعة لها ميليشياوية. هناك أجندات خاصة تحكم هذه القوات، لذلك هذه النتائج. ولا عندما تعود إلى 2014 كم عدد الذين هاجموا المدن من داعش؟ أعداد لا يقاسون بالعشرات مقابل 4 فرق كانت موجودة بالموصل وغيرها من لماذا خسرت كلها وتركت سلاحها ونزمت؟ هذه القضية، العودة إلى نفس المفاهيم ملتبسة، المفاهيم خطأ، النظام السياسي فيه خلل بنيوي، هذه المصيبة. لذلك تشكيل حكومة جديدة، إعادة حكومة لا يعني شيئا، يبقى الحال على ما هو عليه، ويبقى العراق بطل رخوة كبيرة جدا جدا.
الآن الميليشيات أستاذ ماجد، نعم، ليس الآن الحديث عن سحب السلاح منها أو يعني ما يسمى حصر السلاح بيد الدولة. الآن الحديث عن الحد من التسلح، حد من التسلح هذه الميليشيات. الميليشيات الآن تتسلح بالصواريخ والأسلحة المتطورة. هناك أكثر من دولة في العراق، هناك أكثر من سلطة في العراق، سلطات كثيرة. فلذلك أمام هذه السلطات، أمام هذه الفوضى والانكشاف السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي المنهار كله، لابد من وجود كل هذه القوى التي تعبث في الساحة العراقية وتمتص دماء العراقيين وتعبث في أمنهم وحياتهم واقتصادهم وحاضرهم ومستقبلهم. فبالتالي هذه القضية تعود إلى أصل النظام السياسي. إن لم يتغير هذا النظام السياسي، نعم، ستبقى هذه الحالة قائمة، وستبقى كل الأطراف تستثمر فيها من أجل وجودها. ماشي. أستاذ نظير القندوري، يعني ما الذي يمنع قوى العملية السياسية بما لديها من إمكانيات هائلة، سواء متعلقة بإمكانيات العراق ومقدرات الهائلة، أو هذا الدعم الذي تحظى به وحظيت به من 2003 وإلى اليوم، من أن تقيم دولة تقوم على معايير المواطنة، تعتمد مبادئ أو أسس العدالة الاجتماعية، تتعامل بمعايير الوطنية مع كل الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاته أو هوياته الفرعية، حتى تقطع الطريق على قوى الإرهاب سواء كان إرهاب القاعدة أو إرهاب داعش من أن تستثمر لتبقى كما هي وتعود، يعني تثبت ثم تعود، تقطع الطريق عليها ببناء دولة محترمة. شنو المانع؟ نعم، يعني أنا انطلاقا من حديثك أحاول أن أجيبك على هذا السؤال، وبالاستفادة من ما ذكر دكتور رافع حول أن المشكلة في عدم قدرة تصدي مثل هذه القوات الأمنية لعصابات داعش هو انعدام روح المواطنة أو الولاء للوطن، إنما هم أجراء مجرد يعني جايين على الراتب على منافع شخصية. نفس الأمر يتعلق بالعملية السياسية، هؤلاء لم يأتوا من أجل مصلحة وطنية، ولم يكونوا يعني كما يصورون أنفسهم كانوا مناضلين ضد الدكتاتورية، وأنهم كانوا يرجون بناء بلد ديمقراطي كما يدعون. بل الأكثر من هذا، من مكنهم على الوصول إلى السلطة وهي الولايات المتحدة الآن هي في حالة ندم. أنتم ربما قرأتم قبل أيام ماذا قال ترامب في عملية غزو العراق، قال إن هذه أكبر غلطة تاريخية ارتكبتها الولايات المتحدة، وارتكبها جورج بوش في العراق. والواضح من هذا الكلام يدلل على أنهم بعد 17 سنة، نعم، قد وصلوا إلى قناعة بأن هذا العملية السياسية التي بنوها وسلموها إلى هؤلاء لم تكن ناجحة، لأن هناك عنصر مهم مفقود فيهم اللي هو المواطنة أو الروح الوطنية. هؤلاء لم يأتوا إلى الحكم بدافع وطني، إنما بدافع مصلحي. يعني قبل قليل يعني ذكر الدكتور رافع كيف أن بعض السياسيين عندما ينتهي مهمته وقد جمع العديد من الأموال يذهب بها إلى الدولة التي كان يعيش فيها يتمتع بتلك الأموال، وهذا دليل على أنه هو لم يأتي إلى العراق بدافع الوطنية أو بدافع الدفاع عن هذا الوطن وبناء يعني عراق ديمقراطي جديد فيه مصلحة. لذلك هذا الحال سوف يستمر ما دام هذا النظام السياسي باقي وقائم على العراق، وهذه المشاكل لن تنتهي ويستمر مسلسلها إلى ما لا نهاية في ظل هذا النظام السياسي. أشكرك شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ناقشت أسباب وتوقيت عودة هجمات تنظيم داعش الأخيرة إلى العراق. لم يتبقى لنا فيها إلا أن نشكر ضيوفنا، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ نظير قندوري الكاتب والباحث السياسي، والعقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات الاستراتيجية راسام. أشكركم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.